السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الكرام، مرحبا بكم في قناة حلويات وملحات. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة على فطائر سهلين جدا في التحضير، بدون ما نحتاج لهم لا خميرة ولا الاختمار. كيجونا مقرمشين على برا وهشاشين وطريين بزاف من الداخل، كيجيو أحسن من السفنج بمئات المرات. فلو بغيتوا تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير خليكم مع الفيديو وتبعوه إلى الآخر، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله، أول حاجة غادي نبداو بها هي غادي نوجدو القوالب ديالنا. هنا خديت أنا هاد القوالب اللي تنديرو فيهم الكاب كيك أو اللي كنحضرو فيهم لي مادلين، وضعت هاد القالب هدا على الصفيحة ديال الفران أو لاطا ديال الفران. وغادي نبدا نعمر في كل قالب معلقة كبيرة من زيت المائدة أو زيت العادية. هنايا البنات ضروري باش تنجح لكم هاد الوصفة تستعملوا هاد القوالب اللي تيكونوا من الحديد، يعني ما غاديش يصلحوا القوالب اللي كيكونوا من السيليكون، وما غاديش يصلحوا لكم القوالب اللي كيكونوا من البابي ألومنيوم. فمن الأحسن تستعملوا هاد القوالب هادو ديال الحديد. فغادي ندخل القوالب للفران ونشعل عليه على 230 درجة ونخليهم كيسخنوا بالماء وجدنا العجين ديالنا. فبالنسبة للعجين غادي نحتاجو له 235 غرام من الدقيق الأبيض، ما يعادل جوج كيسان وربع. غادي نحتاجو له 3 ديال البيضات، ربع ملعقة صغيرة من الملحة، و 350 مللتر من الحليب، يعني ما يعادل جوج الكيسان يكونوا عامرين مزيان. العبار هو الكاس ديال العنبة. ان شاء الله من بعد تلقاو المقادير مكتوبين في صندوق الوصف اسفل الفيديو. فكيف ما شفتوا خديت اناء وضعت فيه البيض وزدت عليه الملح وطربته مزيان بهذا الشكل هذا، ثم غادي نبدا بإضافة الحليب تدريجيا مع التطراب المستمر. فمن بعد غادي نبدا كنضيف الدقيق حتى هو تدريجيا، يعني ضروري نبقى هكا كنضيفو تدريجيا شويه بشويه وانا كنحرك. وغادي نخلط هذا الشيء مزيان حتى كيندمج لي الدقيق مع الحليب والبيض، وما كنشوف بان ما بقاو عندي حتى تكتلات او كويورات ديال الدقيق، يعني خصو ضروري يندمج جيدا الدقيق مع البيض ومع الحليب. فكيف ما شفتوا راه كنحصلوا على عجينه خفيفه تقريبا هي بحال العجينه ديال البغرير. هنايا كنوريها لكم بالمعلقه باش تشوفوا الكثافه ديال العجينه كيفاش دايره. هنايا في الظهر ديال المعلقه ندوزوا صبعنا وكتشوفوا بانها ما تتلاقاوش داك الخطين مع بعضياتهم من جديد، فهكا كتعرفوا بان العجينه ديالكم ناجحه وجاهزه باش تدخل الفران. هنايا باش غادي نسهل عليا الماموريه انني نكبها في القوالب، غادي ناخذ هذه العجينه هذه وغادي نكبها هكا في شي كاس ولا اللي يكون كيسهل علينا اننا نكبوه في القوالب بدون ما يعني يتهرق لنا وبدون ما نوصو. فمن بعد كنخرج لاطا ديالي من الفران مباشره كنبدا بملء القوالب. هنا تقريبا تنعمرهم حتى الفوق، يعني واحد شويه على الفوق، تقريبا ممكن تعمرهم 3-4 كذلك، يعني على حسب الحجم اللي بغيتو ديال الفطائر ديالكم. هنا نحاولوا ما امكن تكون هذه العمليه هذه سريعه. هنايا هذه العجينه هذه عطاتني تقريبا 12 الفطيره، هنا الفطيره الاخرى بقات صغيره على الاخريات، يعني هنا تبقى على حسب نتوما الحجم اللي غادي ديروا الفطائر. كبرتوهم فغادي يجيو لكم عددهم قليل، يا وصغرتوهم غادي يجي العدد كثير. فمن بعد كندخلهم للفران غادي نخليوهم تقريبا 20 دقيقة على الأكثر 25 دقيقة. أنا بالضبط خضروا لي في الفران 20 دقيقة، وكيف ما شفتوا راه بدون ما نحتاجوا لا الخميرة بدون ما نخمروهم كيفاش كيطلعوا وكيتذهبنا داك اللون، كيجيو رائعين من أروع ما يكون. فهنايا من بعد ما كنخرجوهم من الفران كيف ما غادي تشوفوا راهم ضروري تيهبطوا واحد شوية، كيهبطوا غير واحد شويه، يعني تينقص الحجم ديالهم ما تيبقاوش هكاك منفوخين بزاف، يعني هذا طبيعي بما انهم كانوا في حراره عاليه وخرجوا البروده، راه سي نورمال غادي يهبط الحجم ديالهم واحد شويه. كيف ما شفتوا راه كيتحمروا لنا من الجهتين من الفوق ومن التحت. على فكره البنات الفران كنت شعلاه من الفوق ومن التحت على 230 درجه، من بعد نزلت الحراره ل 200 فين وضعت اللاطه ديالي او فين صبيت داك العجينه ديال الفطائر، نزلت الحراره ديال الفران ل 200 درجه. فكيف ما شفتوا راه ما تيشربوناش الزيت نهائيا، من بعد راه تبقى لنا تقريبا داك الزيت اللي كنا درنا في الاول كتبقى، فكيجيو من اروع ما يكون. هنايا غادي ضروري نوريها لكم من الداخل كيفاش كتجي، راه كتجي خفيفه
هاد الفطيره هادي شوفوا كيفاش كتجي مجعبه وخفيفه ولذيذه بزاف، وكتبقى صحيه على السفنج، يعني كتجينا مقرمشه من على برا وهشيشه بزاف من الداخل. فكنتمنى ان فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم والوصفه تنال اعجابكم. ما تنساوش بارطاجيو هاد الوصفه هادي مع اصدقائكم واحبابكم باش يجربوها، وحتى نتوما جربوها وردوا عليا الخبر كيفاش جاتكم. وما تنساوش كالعاده دعموني بلي لايك او لا بجيم، وتشتركوا بالقناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. شكرا لكم على حسن المتابعه، نشوفكم في فيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.